أحسن الله إليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: امرأة حامل توفي ولدها في بطنها وله 20 يوما ولم يخرج إلى الآن من بطنها، وهي هذه الأيام ترى دما يخرج منها، فهل هذا دم نفاس أم دم حيض؟ لا، هذا دم وله بنفاس ولا حيض، هذا دم نزيف فساد، لا تترك الصلاة من أجله لأنه نزيف ودم فساد، فلا تترك الصلاة من أجله، وإنما ينقض الوضوء إذا خرج وهي متوضئة، ينتقض وضوءها، تستنجي وتتوضأ. نعم.